السلام عليكم لي كليب، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جوله جديده في مدينه النبا. احنا هنا بدينا في طوش، الدخله الدوزيام تاع طوش هذيك. الساعه راهي نحسب قريب ساعتين، يعني ساعتين غير 10. يوم جمعه درنا صباح لايف خفيف. دينا فيه الانترنت باسكو بنت لي شويه تحسنت على قبل، بصح انا مو تيست كنت نديرو في الليل خير، باسكو في النهار صباح ما يبان والو. ان شاء الله تكون تحسنت ان شاء الله. نعود ان شاء الله على سهل ربي نروحو لسونتر فيل يوم الجمعه، نشوفو كاين حراك ولا لا، نشوفو واش كاين. الله خفيفه كالعاده وان شاء الله تعجبكم الجوله. المهم ديما نقعدوا اجور و ديما كاين فيديو على النابا. خاصه الناس اللي بعاد تساعدهم الفكره هذه. الحال راهو سخون سوا، الله يبارك على الكيف مليح، يعني مش سخان هاديك يتقلق مي مليح. انا بدم يمونش قاعدين ندورو. حتى بحر مع غطسة شنو ما نقدرش نغطس، هي متى دوما الشهر هذا ما نقدرش، لازم حتى نفض مارس ان شاء الله. كنت حضرت عليها قبل ورا مارس ان شاء الله نرجع نديرو غطسات كما قلنا قبل.
شبي ما كاين غير حنا وصلت تاع الولاد صغار ولا واش النقل المدرسي كيف جبنا المكتوب ما بعد مشي سرحنا هنا في الفيدرو ديما نوصلوا برك حتى نسنكلو ونطراسي وجهة سنتر فيل إن شاء الله Yeah.
الافطار، عندي راه بوسيجور كيما حمد على حال، نشري في ساعة برك ليكيب ونكملو الجولة. الماجستيك أجران بوست هنا نعرفو شنو كاين هنا كلها مكانش نورمالمون مازال الحال شوية ساعتين وربع نديرو دورة خفيفة في الكور ونشوف وعلم أصلاً لكم شو نشوف بعيني كاين مجموع كاين شويه غاشي غادي نستناو في حاجه